تعاملوش معناها بحال العرايات بحال المساكين. هذه اقاليم كانت ضجه كاينه في جهه واستفدت مجموعه من البرامج التنمويه من بدا الان وكاين واحد التراكم. حنا اقليم مقصر واسباب النزول نهار اللي تطرح هذا الاشكال هذا وهذه الحقيقه. نهار اللي تطرح السيد عامر السيد الرئيس هذا الاشكال هذايا حنا ككلمه وحدنا المسؤوليه والاستقلاليه والتطوع لازم ديال الحوايج وما تقلقش حتى في البرلمانيين ديالنا وكذا ما تقلقش فيهم. مشينا عند حتى المكاتب ديالهم الرباط وما تقلقش حتى في الترافع ديالهم وجابوا لنا وثائق على ان الترافع كان في المستوى وعلى ان المنتخبين لا رئيس مجلس اقليمي ولا البرلمانيين ولا رئيس الجماعه ديال الوزان ولا الاخوان في الجهه الجميع كان ملتزم بل انهم ابدعوا حلولا تفوق الاختصاصات ديالهم وربطوا انهم في مسؤوليات اخرى وتم الالتزام. العيب في ان المواطنين ما يحتاجوش السيد مندوب الشهاب عليكم ان تبلغوا السيد الوزير ان هذا كان غيكون ملف امني كان غيهبطوا الناس يحتجوا كانوا الناس غيهبطوا يحتجوا والهيئه والاخوان تصرفوا بواحد احساس عالي من المسؤوليه والمواطنه وقالوا احنا ما غنكونوش بحال حسين ما قولا غنسكتوا غنصرفوا واحد الاليه الحوار وهذه الاليه الحوار كانت استثنائيه في المغرب كانت استثنائيه ما كانش كاين بحالها وطرقنا جميع الابواب لا الباب ديال السيد العام ولا المنتخبين الحمد لله كاين واحد التفاعل واحد التجاوب واحد الاحترام وكانت واحد الكفاءه واحد التقدير. اليوم شكون اللي ما وقعش في هذه الاتفاقيه؟ شكون اللي ما التزمش؟ المنتخبين التزموا رؤساء الجماعه حتى القرويه مساكين اللي كاينه في العمق الاقليم سيروا شوفوا شنو كاين هذيك الشيء راه ليس غير كيف بالله هذيك الشيء اللي كاين في الاقليم الناس مساكين مكرفسين مكرفسين على الماء مكرفسين على التنميه والصحه هي موضوع حساس جدا موضوع ديال الحياه او الموت راه ما كاينش تلاعب به. هذا السيد مندوب الجهه المحترم مع كامل الاحترام والتقدير هذا ليس ملفا تقنيا هذا ملف سياسي الصحه حق دستوري والحق الدستوري يتحمل المسؤوليه ديالو رئيس الحكومه والوزير المكلف بالقطاع. انا كنظن بان كانت واحد الاليه ربما هي الافاده ديال التدخل اللي كانت في المجلس الاقليمي السابق كنلتمس من السيد العامل بصفته ممثل ديال جلاله الملك على راس الاقليم بصفته ممثل رئيس الحكومه بصفته ممثل ديال وزير الداخليه على انه يعطي واحد خليه ازمه راه ماشي الصحه ولا ماشي غير الصحه الصحه والماء الصحه والماء والتشغيل كاين اشكال كبيره السيد العامل. حنا اللي كيأثر التدخل ديالنا بهذا ربما بهذا الشرناش شويه هو اننا نحترم المسؤول والمسؤول كنحترمه خاصنا نقول له الحقيقه بطريقه لبقه ولكن الحقيقه كامله غير مجزره وبدون خلفيه. اليوم علينا ان نوحد القوى ديالنا. السيد العام كنلتمسوا جلالكم الكريم انكم تجمعوا البرلمانيين ديال الاقليم وتجمعوا معهم الاخوان ديال الجهه وتجمعوا رؤساء الجماعات ولكم في المجتمع المدني اطر مواطنه ناس عندها احساس عالي بالمسؤوليه والكفاءه باش نتكاملوا ونرجعوا لواحد العجله اللي كانت من قبل على ان كتوزن الاسم ديالها الصوت ديالها كان مسموع لها لدى الجهات الرسميه المركزيه. السيد الرئيس المجلس الاقليمي كنقول لكم بان الالتزام ديال رئيس الحكومه كان واضح في الشيء هذا في الموضوع هذا بالذات بانه السيد عام اجابه لهذا الموضوع هذا وكذلك الالتزام ديال السيد الوزير امام الراي العام الوطني ما يمكنناش نخليو هذاك يعني واحد الكلام في الفاضي. السيد التزم وراه وزير سياسي خصنا نتعاملوا معاه كوزير سياسي طبيعي الوزير ملي كيعرف شي حاجه في الجهه ديال طنجه تيطوان كيطلب تقارير من المدير الجهوي ديالو عادي المدير الجهوي ملزم بما يتوفر لديه من معطيات. حنا في هذا السيد العمل راه الاخوان اجتهدوا بتطوع وصيبوا ملف متكامل تقني وقفنا حسبنا على ان وزان ما دون المستوى ديال المعدل الوطني للصحه عندنا ملف تقني ومع السيده المندوبه الاقليميه مشهوره عمره ما دخل علينا بشي معطي بل جبنا ماشي صيبنا المعدلات بارابور الجهه معدلات بارابور الوطن تما نظام الصحه العالمي صيبنا ثبت انه هناك تقصير واللي كيصيب التقصير هو نفسه خرج راسه من هذه الشبهه او من هذا الحيف او من هذا التقصير. انا كنظن بان
كما قال السي هشام والاخوان الشكوري ما نكرروش كاين تراكم الاخوان كاملين صايبو كاملين صايبو المجهودات ديالهم كاين تراكم حتى كاين مسائل ايجابيه كما قال السي خبز كما قال السي عبد الحليم كاين زوج السي عزيز الاخوان كاين تراكم وهذا الاخوان مشكورين عليه راه حنا محظوظين بهذا المنتخب اللي تجاوبوا اجرائيا ولكن راه الوزراء كيقرر عن الميزانيه راه ما يمكنش تبقى خدامين على الاحبار ديال القنيطره الدار البيضاء راه ما يمكنش راه كاين الدراوش هنايا وهذاك اللي بغا يتحدث غير هكا حتى السيد عامر براسو كيلقى راسو في احراج راه ملي كيجيو احتجاجات او ملي كيجيو شنو البرلمانيين البرلمان اللي كيفوتوا في البرلمان راه كيعجبني الحال راه ماشي كيعرفوا شي كيسموا حسابات سياسيه لا راه حنا كنشحنوهم علاش لان هذا الواقع ماشي كيكذبوا على شي حاجه هذا الواقع لا تستهينوا بالسكينه اللي كاينه في الشارع لا تستهينوا بها الموضوع الصحة والموضوع الأمن راه خصكم تعاملوا معاه بواحد الإحساس عالي المسؤولية وإجرائيا الناس راه كتشوف التلمية هاد الاجتماعات أنا كنت مسؤول في داخل القاعة راه كنا كندوزو عشرات الاجتماعات والحمد لله كاين واحد التراكم كاين مجموعة مشاريع نفذت ربما أخطاء أخرى في طور تنفيذ ربما أخرى شي شوية حسن نحيدو عليها الغبرة ولكن كاين الإمكانية باش نديرو الكثير السيد العام كنتمنى باش نلتقطوا الرسالة ديالنا هذاك ربما كانت قطع مع الاخوان في لان كان التداخل لا بد من التسجيل ديال هذا الامر هذا هذا الامر هذا راه مهم جدا هي واحد اللحظه راه لا يمكن التعامل معها فقط بالاجتماعات كنتمنى باش نخرجوا بتوصيه واضحه ولا بخلاصه لان احنا مطالبين امام الراعي العام باش نقولوا شنو وقع وشكرا